خمس نصائح رئيسية للحصول على بشرة صحية. أولها حماية الجلد من الشمس اللي بتعد السبب الرئيسي لشيخوخة الجلد والتجاعيد. النصيحة الثانية الإقلاع عن التدخين، لأن أضراره على الجلد متعددة، منها أنه بيضيق الأوعية الدموية الصغيرة في الطبقات الخارجية ويخلي الجلد أكثر شحوباً ويستنفد منه الأكسجين. النصيحة الثالثة التعامل برفق مع الجلد في الاغتسال واختيار نوع الصابون والحلاقة بعناية وترطيب البشرة الجافة. النصيحة الرابعة النظام الغذائي الصحي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وشرب كمية كافية من المياه يوميا. النصيحة الخامسة التعامل مع الضغوط النفسية والتوتر، لأن ليهم تأثير سلبي مباشر على البشرة، والتغلب عليهم وأخذ القسط الكافي من النوم مهمة جدا لصحة وسلامة الجلد والبشرة. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الجلديه مع واحد من الميجا ستارز لهذا العالم، والموضوع مهم جدا. لون البشره اللي مش متوحد، لون الغمقان، الغمقان ده ممكن يدمر نفسيه ستات وحتى رجاله. في رجاله بتضايق جدا جدا من غمقان لون بشرتهم، تلاقي تحت الدقن غامق مش عارف ايه، البشره مش متوحد لونها، وده بيدي انطباعات مش حلوه. وعلى فكره اعتقد ان احنا في مصر اصحاب رقم قياسي في عملية عدم توحد لون البشرة، بتهيألي كده. في أخطاء كتيرة جدا، منها مثلا إن الستات بيستخدموا مستحضرات فيها عنصر الزئبق، ده مضر جدا للبشرة. فيها خطأ المشهور إن أنا ما بهتمش بمرطبات البشرة وشرب المية زي ما سمعنا من شوية. في خطأ تالت معرفش حطوه، خطأ تالت إن أنا ما بروحش للدكتور، يعني ما هو لازم اروح اعمل سيرفيس كده للدكتور كل شويه، البشره اخبارها ايه، محتاجه ايه، انا بشرتي كويسه، نعمل كل شويه نوع من الصيانه للبشره. يا راجل ده انت بتودي عربيتك تصان كل شويه، طب بتودي بشرتك تصان كل شويه. حاجه المهمه جدا، الخطا الخطير جدا هو، وتات قال من شويه هاني قالوا حكايه ان الناس بتستهون بواقي الشمس، ما بتستخدموش، بتعتبره نوع من الرفاهيه الزايده، لكن ده مش رفاهيه خالص. دواقي الشمس مش رفاهية، دواقي الشمس ده واجب على كل الناس، ده شيء مهم خصوصا الناس اللي شغلهم في الشمس كتير. الحاجة الأخيرة بقى، في ناس بتتهور في المنتجات، يروحوا يجيبوا حاجات كده غريبة من حتت غريبة عبر الإنترنت وبتاع، وقالوا مساء الخير ابعتيلي على طول هوم ديليفري. هوم ديليفري ده في الأكل، لكن هوم ديليفري حتى الأكل نفسه أنا ما بحبش الهوم ديليفري فيه، مضطر أخاك لا بطل، لكن هوم ديليفري في المنتجات الطبية على البشرة حاجة مسخرة. يعني في ست بنات نجمات في هوليود لما اتصوروا من غير بقى الفوتوشوب ومن خلال الفلاتر بان عندهم عدم توحد في اللون. انجلينا جولي تخيلوا ان هذه النجمه باين ان هي في غمقان في حتت وحتت، لا مش باينه قوي يعني، بس بينوبلي كروز باينه، اللي دي باينه جدا، في تحت العين غمقان بزياده، طبعا الفلتر والبتاع ده بيفتح، لكن وطبعا هي لو شفنا من وجه من غير بقى ميك اب خالص. كاتي بيري برضو يعني ولو انها زي القمر في الصورتين ماشي، مش عارف الفرق بس ماشي. بس في يعني اعتقد انه من غير ميك اب في ناس كتير ممكن يبقى عندهم هذه المشكله. طب ازاي نعالجها؟ وطبعا في الحتت الافظع ان تكون الغمقان ده مثلا تحت البط او بين الفخذين، الحتت الحساسه ده شيء يعني ممكن يبوظ ثقه المراه بنفسها، ده مهم جدا احنا نفهمه بالتفصيل النهارده. زي ما قلت لكم هذا اللقاء مع واحد من قمم عالم الجلديه ميجا ستارز هذا العالم، اسلوب راقي جدا واداء مهني ولا ارقى ولا اجمل، ودايما ببقى يعني بعد نفسي لوجبه طبيه شهيه جدا في عالم الجلديه في هذا اللقاء الممتع مع القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد مونجي استشاري الأمراض الجلدية وزميل الجمعية الأمريكية لطب جراحات الليزر والمؤسس لمراكز سكين أفينيو للعلاج بالليزر ورئيس قسم الأمراض الجلدية بالجمعية المصرية للطب التجديدي الحبيب الغالي دكتور مونجي. منور الدكتور. بنورك يا دكتور أيمن. بس في ستات صحيح بيجي لك من غير ميك اب؟ لا، في عدم توحد. انت هتزعل مني ناس كتير قوي على فكره. طبعا الكونسيلر او الفاونديشن او كريم الاساس او واتيفر بيتسمى ايه النهارده او فاونديشن، كل الحاجات دي الحقيقه بتحمي
وتخدع في نفس الوقت ناس كتيره جدا. والحقيقه يعني ناس كتيره قوي للاسف بتستخبى ورا الحاجات دي كنوع من عدم اطمئنانهم انه هيلاقي الحل المظبوط عند الطبيب المظبوط، فللاسف بيعتمد يا عيني على ان هو يداري كل حاجه مره واحده يدهنها وخلاص، فده اللي بيحصل. الموضوع النهارده ستات ورجاله، عشان برضو الرجاله ينتبهوا جدا، لانه في رجاله عندهم بتضايق جدا من الغمقان. بس صحيح. مين اكتر الاماكن اللي بتلاحظ فيها غمقان في الستات وفي الرجاله؟ شوف هقول لك على حاجه، الـ 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 طبعا البشره هي الـ الاساسي، الوش، ولكن على حسب الاشكال الناس اللي قدامي بيبقى الغمقان في اماكن مختلفه عن بعضها. عادة البنات اللي هم اللي يميلوا إلى السمار أو الرجالة اللي يميلوا إلى السمار هتلاقي دايما تحت الدراعين عند الركبة حاجات زي كده هتلاقيها أكتر، هي دي الأماكن اللي غامقة شوية. دخلت في درجة أغمق شوية أو اللي هم في بعض أماكن في أفريقيا وبرضو في الهند وباكستان والحاجات دي هتلاقي الغمقان عند الإيدين، عند العقل، حاجات زي كده، عند المفاصل، يعني الغمقان بيبقى في أماكن زي كده كتير. أو اللايف ستايل بتاعهم مثلا متعودين على تان وبيتش لايف، الناس بقى اللي هم الطبقة اللي فوق خالص، دول مشاكلهم في الغمقان في حاجات تانية بقى، اللي هو من مشاكل التعرض للشمس والتانينج اللي بزيادة. عندك مثلا اللي عندهم مشاكل في الأوزان والحاجات دي هتلاقي انه الاضطرابات كلها عند تنايات الجسم في السيدات تحت الصدر، هتلاقي بين الأفخاد، حاجات زي كده. فهي بتبقى على حسب المشكلة جاية لك من شخص شكله إيه. الأسباب إيه؟ هل وراثية بس؟ الأسباب في طبعا حاجات سببها زيادة صبغة الميلانين، سواء كان من التعرض للشمس، شمس كتيرة أنتجت ميلانين كتير أو ساهمت في أن الميلانين يزيد والصبغة دي غمقت البشرة، واللي هي فكرة التانينج دي سبب. ممكن يبقى سبب تاني أدوية، في بعض العقاقير والأدوية كسايد إفكت أو كأثر جانبي ليها بتعمل هذا النوع من المشاكل الغمقان. ممكن زي ما قلت لك اللايف ستايل نفسه، فهي الأسباب كتيرة جدا، أهمهم طبعا الشمس. يعني هنقول إن التعرض للشمس سواء الحاجات اللي هي زي النمش أو الكلف الهرموني أو كلف الحمل أو الحاجات زي كده، كل دي ريليتد قوي، مش بس حاجات هرمونية الحقيقة، ولكن أيضا للتعرض للشمس. أنا يهمني في البطن قوي إن أنا أعرف هل في سبب مرضي ممكن يكون الغمقان؟ طبعا في مشاكل في الكبد كتيره تعمل حاجات زي كده، في حاجات مثلا زي الاكانسوزس، اكانسوزس نيجريكانس دي تعمل لك غمقان عند الرقبه من الخلف، حاجات زي كده، او من الاحتكاك. يعني الاحتكاك نفسه، واحد متعود على حركه معينه او دايما حاطط ايده على دقنه او حاطط ايده على خده او دايما ساند بركبته على حته او بيقعد قعده معينه، هتلاقي دايما الاحتكاك الكتير في اي منطقه ملامسه كتير تغمق بسرعه. الناس اللي قاعده على المكتب مثلا وحاطك على طول الكوع عين على المكتب هتلاقيهم بيغمقوا. وفي بقى دلوقتي اشهر نوع غمقان بقى جديد علينا وبنشوفه للاسف كتير دلوقتي، اللي هو البوست انفلاماتوري، بعد الالتهاب. بعد الالتهاب ايه بقى؟ اجراءات التجميل الخيبانه التعبانه الغلط. واحده عملت فراكشنال ليزر عنيف جدا، هتلاقي وشها بقى شبه بلصات الفراكشنال ليزر، بقى متقسم مربعات. هتلاقي واحده مثلا من حرق ليزر ازاله شعر او حاجه بيبقوا مدورين او شبه الهلال. هتلاقي بقى غمقان على شكل المشكله. في مثلا غمقان بيبقى
هايبر بيجمنتيشن سببه مثلا بعض الكريمات والادويه الغلط، يعني بتعمل درماتيتس على شكل ضربات الكرباج كده، لان انت وانت بتحط الكريم على ايدك بتحركه بطريقه عشوائيه كده، فالحته اللي ما جاش فيها الكريم التهبت احمرت قلبت بني فعملت الاشكال زي كده. طبعا كمان ممكن اضيف في نفس العيله دي او في بنتكلم على غمقان، هضيف كمان التاتو الوشم، يعني انه لون غامق عاده بيبقى موجود في البتاع. وطبعا حساسيه الدواء، يعني في ادويه كتيره ناس بتاخدها تعمل لها حساسيه وبيبقى اللون بتلاقيه كل مره بيطلع في نفس المكان، تلاقي ان المريض ياخد مثلا دواء وليكن بانادول مثلا او حاجه عاديه، يعني يحصل له من كان يحصل الاول في الصلفه والحاجات دي لو تفتكر، اليرجيك رياكشن، حساسيه المنطقه تقلب لون بني على موف كده شويه، وتعيد نفس كل ما ياخد دواء يكتشف انها بتحصل نفس القصه، بتحصل في نفس المكان تقريبا. بالظبط. لما نقرب بقى من الاساليب العلاجيه، واحنا بنتكلم على الاساليب العلاجيه كالعاده احنا دايما بنقول الصح، وتقول لي برضو الاخطاء الكبيره اللي بتقع ساعات في التعامل مع الغمقان. بص يا سيدي، اول حاجه لما باجي اشوف الغمقان على طول كده بقعد في دماغي ابدا افكر هنعمل ايه. اول حاجه نشوف السن، السن ده عامل مهم جدا، علشان في حاجات لو سنها صغير او اطفال مش هدخله في قصه ليزر واجراءات وحاجات زي كده، لان ممكن حاجات كتيره تتحل لوحدها، الا لو مشكله عامله غمقان في بشر مليكن مثلا وحمه بنيه ولا حاجه، يعني حاجه كده بقى في مشكله عامله له مثلا اضطراب نفسي، عامله له تشوه، عامله له مشكله مش عارف يتاقلم، بيتريقوا عليه في المدرسه، مش عارف ايه حاجات زي كده، بيضطر ان هو طبعا يجي. في السن الاكبر شويه بنشوف المشكله ايه بالظبط، بشوف اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي، حد يقدر يأفورد ان هو يتعالج على جلسات، ولا حد مستعجل ممكن يعمل اجراء قاسي سنه بس على مره واحده او مرتين كده. سيده والوقت قدامنا قد ايه، لان عاده معظم مشاكل الغمقان اللي بتجيلنا في البنات او السيدات عاده بتبقى قبل الجواز، يعني بتبقى حد قبل الزفاف او الفرح او كده بتبقى عايزه تيجي ومكسوفه، طبعا انت عارف بيبقى جواز وحد غريب عنها هيشوفها لاول مره، فمش هينفع يبقى امبريشن وحش هكذا، فبالتالي بيبقى يعني متعشمين قوي ان هم يعملوا الحاجات دي في وقت قليل جدا، لانه بيكون وراهم التزامات كتيره قوي في الترتيبات الفرح ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فيعني بينسوا القصه دي بيفتكروها في الاخر خالص، فتلاقي واحده جالك مشاكل كتيره جدا وقدامنا وقت قليل قوي ان احنا نعالجها، فدي بيبقى ليها اجراءات تانية وانواع تانية من الانترفنشنز، فهي على حسب بقى القصه دي. لما نقرب شويه بقى من الاساليب العلاجيه المباشره، مين اللي يجي على القمه؟ طبعا اول حاجه بتيجي في دماغي حاجه اسمها الليزر تونينج، او ان احنا بن بن بنوحد الالوان بالليزر، هو نوع معين من الليزر اسمه كيو سويتش ليزر. هذه العيله من الماشينز الليزر عندها القدره انها تديك باور عالي قوي في وقت قصير قوي، فاللي بيحصل ان هم الجلد ما بيلحقش يسخن اصلا، بيكسروا الصبغه زي بالظبط لما تيجي الكره بتاعه البلياردو تكسر لك المثلث اللي فيه كور كتير، فتخيل لو المثلث الكور الكتير ده هو صبغه الميلانين التقيله، فده بيفتتها لحتت صغيره، يقوم بعد كده الجلد يتخلص منها بسهوله، لانها خلاص الخلايا اللي هي بقى الفاجوسايتس اللي بتحمي الجلد في طبقه الجلد تروح واخداها بلعها وبتطرد من الجسم الصبغه بقى عن طريق الليمفاويات والحاجات دي. فالموضوع كله في الليزر تونينج ده هو ان انا بعتمد على هذه التكنولوجي او التقنيه بتاعه ان الليزر بيفتت هذه البقع البنيه او الصبغه اللي هي الزياده، والجسم بعد كده بيعرف يتخلص منها. دي اسهل طريقه وظريفه. الليزرز دي كانت الاول اتعملت عشان خاطر ازاله التاتو والوشم، ولكن الدكاتره المتمرسين في الليزر كتير بيعرفوا ازاي يدايل الجهاز ويشغلوه بطريقه بحيث ان هو يخدع الجلد
ويفهموا ان اللون الغامق ده اعتبره وشم. بس التريك كلها هنا بقى في انواع الاجهزه اللي انا هستعملها، اللي لو لون بني فاتح غير لو لون بني غامق غير لو لون بني مخلط مع لون تاني، يعني على حسب هي فين المشكله كمان وعلى حسب لونها ايه يحدد لي انهي ليزر كيو سويتش من دول هو اللي انا همشي فيه، او انهي تردد موجي هختاره، اختار اندياج عشان مثلا حاجه عميقه او لونها غامق، ولا اختار حاجه مثلا زي الروبي او الكي تي بي او الانواع دي من الليزرز اللي تردد الموجي بتاعها من 500 ل 600. فدول بيبقوا اكتر للالوان اللي افتح شويه، زي الالوان اللي هي الكافيه او الالوان اللي هي البيج الفاتح كده. لو واحده مثلا جالك اصلا سمر وعندها بقع سود، فدي برضو تشالنج مهمه، لان انت ممكن تعالج النقط البني تعالجها بنقط افتح من لون جلدها، تبقى دخلنا في مشكله تانية. فهي اتس فيري سنسيتيف حاجات زي كده. وبعدين فاكر لما كنا بنتكلم في اول حلقه كنا قلنا عن البيلينج ودوره في الحب الشباب وكده، البيلينج برضو او التقشير الكيميائي ليه دور كبير في الـ في الـ في ازاله الالوان اللي هي عشان افتح وكده، بالذات لما تبقى حاجه مثلا مساحات كبيره زي ظهر بطن، مسافه كبيره بالليزر هتبقى ممكن تطول في الفتره، ممكن تبقى مؤلمه، ممكن تبقى غاليه. فيبقى في اوبشنز ثانيه يبان مردودها للمريض، انه مش هتيجي تقول له ادفع الوفات يعني في جلسه الليزر عشان تفتيح، فاهم ازاي؟ ولو انه أأمن الحقيقه، بس ولكن لازم يكون انت كطبيب عندك كذا وسيله تقدر تساعد بيها ناسك، يعني هي دي الفكره كلها، ان انت لازمتك ايه لو انت ما تعرفش لحاجه واحده، يعني وللاسف عشان تبقى عارف ده ترند كتير جدا في معظم اللي هي المراكز اللي هي ايه اللي يقول لك مركز تجميل، بس هو ما عندوش لا اسامي ولا كوادر بتشتغل، يعني اللي هو مثلا واحد كان في الكوافير او بتاع او مش عارف ايه، هو واصحابه وعلى كام بنت من الكوافير اللي هنا، على البنت اللي بتعمل المانيكير والباديكير، على ده على ده على ده، على اللي بتغسل الشعر، عملوا يا سيدي مركز تجميل، والبضائع من الصين بتيجي معرفش ازاي برضو بسهوله الى حد ما شكلها، وربنا يكون في عون معهد الليزر ووزاره الصحه، طول النهار نازلين في حملات ويقفش ويقفل ويعمل وبتاع، يعني فربنا يكون في عونهم الجماعه. الموضوع زاد حمله عليهم جدا، عايزين جدا. وبعدين بقوا الناس اللي هو بيعملوا الحاجات دي مبدعين في التخفي، اصل انت فبيروح جاي عامل لك ان هو جايب جهاز ولا اتنين ويبدا يفهم الناس ويعمل ثقافه قد كده، ان مفيش يا جماعه حل في الدنيا دي كلها لمشكلتكم غير يا ده، عشان هو بس ده اللي بيقدمه. فعشان كده احنا دورنا بقى احنا كاطباء في المرحله دي ان انا ما تديلوش الفرصه، يعني خليك انت مستعد اكتر منه. ازاي؟ بانك انت بتقدم للعيانين بتوعك وبتقدم لناسك خدمه اكبر. ما هو لما يلاقي ان انت عندك واحد واثنين وثلاثه وعشره هيثق فيك مره في مره، ويبدا يقول ايوه يبقى الراجل ده فعلا احنا كده ماشيين على التراك المظبوط، يبقى جماعه الدكاتره فعلا بتفهم والدكاتره فعلا نديها فرصتها في التعامل. لكن لو انا همشي بالطريقه الثانيه او اكبر دماغي واسيب ناس ثانيه هي اللي تاخد القرارات وهي اللي تقول ايه الصح وايه الحلو وبتاع، ما خلاص بسط. اوعى تسلم نفسك لغير دكتور، ما تقوليش ده عنده مركز شيك قوي، ده انا دخلت. هم الناس اللي عندها اللي هي النصابه اللي بتدعي انها فاتحه مركز تجميل وهو مش 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 مركز طبي، ما عندهمش حاجه يعملوها غير انهم يشيكوا. يعني معظم الاطباء ما بيعملوش براكتيكال، يعني اللي هو ايه، كراسي مريحه، مكان مريح، شجرتين لطاف، نظام اضاءه محترم مظبوط، والعيادات بتتعمل على بيزك كلين الطبي، لكن ما عندهمش استعداد ان هم يعملوا لوحات عامله ازاي، قليل يعني اللي بيعمل كده، لازم يكون هو هاوي اساسا.
والله احنا شفنا مراكز كتيرة من اللي احنا بنسميهم بقى تحت السلم، فعلا تحت السلم يعني يعني فعلا في عمارات قديمة، في عمارات عشوائيات، في حتت مش المفروض ان الخدمة الطبية زي كده تتقدم فيها، وشغالين وزي الفل يعني وفاتحين ومن غير تراخيص ومش عارف ايه، وان كان عاجبك يعني عارف هو كده النظام عندهم، لانها حتت طبعا مفيش حتى رقابة هتفكر تروح في عمارة سكنية وزحمة كبيرة وتقعد تدور بقى فين الشقة اللي بتقولوا فيها مركز ده. هو هي اساسا معظم الجهات دي بتتحرك حسب الشكوى، ما مش هيتحرك كده يدور يقعد يلف في شقة في مصر كلها، هو بيتحرك حسب الشكوى. ده غير اللي انت هتلاقيهم اصلا يعني سبحان الله مركز تجميل مشهور تلاقيه كل مثلا كام شهر كده بيغير عنوانه يعني فاهم يعني تحس ان هو عربيه ماشي يعني يعني فطبعا ده عشان خاطر ساعات في اماكن لما بقى بيحصل قرار غلق من وزاره الصحه او حاجات زي كده بيروح فاتح في حته جنبه كده وخلاص يعني يعني ما عندوش اي مشكله او يفتح باسم تاني وبتاع مجهز. فهي هي مشكله كبيره يعني مش هنعرف انا وانت نحلها خالص. احنا بس بنلقي الضوء عليها اهو، الغمقان بيرجع تاني. دي برضه فكره في دماغ كتير من الناس على حسب ايه السبب اللي عمله. بمعنى انه لو السبب في حاجه زي كده كانت مثلا حاجه زي وحمه او حاجه زي كده، الوحمات او الامراض او المشاكل لما بتتعالج ما بترجعش تاني. اوكي، لكن لو السبب مثلا حته غمقت مثلا من كلف هرموني وليه علاقه بالشمس، يبقى كل ما هتعرض للشمس من غير ما يبقى عندي وسائل الوقايه بتاعتي هتعرض لنفس المشكله تاني وهتغمق تاني، وكل ما انا هبقى واخد بالي اكتر وان انا باخد كريمات التفتيح، عملت اجراءاتي، ماشي كويس، بحط سان بلوك بتاعي بتاع، هحافظ على النتيجه بتاعتي على قد ما اقدر. يبقى وبعدين خلي بالك من حاجة، أنا عشان أوصل للمرحلة دي إن أنا وصلت المرحلة إن أنا رحت للدكتور وقلت له حللي المشكلة يا دكتور سواء بليزر أو 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 أو، أنت أوريدي خدت كذا سنة عشان توصل لهذا القرار، وخذا سنة عبال ما توصل للمرحلة اللي هي فيها دي الحتة الغامقة اللي أنت جاي تشتكي منها. يبقى هتاخد نفس الوقت ده إنها تتكون تاني عشان توصل للمرحلة دي تاني. بس فيعني هي دي الفكرة كلها. يعني ساعات يجي لي ناس اقول لهم انت خدت مثلا 5-6 سنين عشان توصل للمرحله دي، هي هترجع لك تاني لو انت مش مهتم بنفسك كمان 5-6 سنين هترجع تاني يا دكتور مش عارف ايه. اقول له ساعتها بقى ان شاء الله يبقى في اجهزه جديده بقى كمان 5-6 سنين ممكن يبقى في مور تشانسز واحسن كمان. ايه الفرق بين الكلف مثلا وحاجه زي الاكتينيك لايكن بلانس اللي بيجي في عمال الترحيل اللي اتوصف الدكتور زاهري وصفه على عمال الترحيل الناس اللي هما بيتعرضوا للشمس جامد قوي؟ شوف، هو ال 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 السولار لايكن بلانس او الاكتينيك لايكن بلانس او الحاجات دي، ده مرض جلدي واضح معروف سببه، هقدر اشوفه تحت الميكروسكوب شكل الخلايا بتاعت اللايكن بلانس شكلها عامل ازاي. الهواء الحزاز المسطح الغامق ده اسمه الحزاز الضوئي اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. ده الحزاز الضوئي اللي هو السولار لايكن بلانس او الاكتينيك لايكن بلانس. بيجي في الناس العمال قاعدين طول اليوم قدام الشمس، مزارعين، مش عارف بتوع السفلتة، كل يوم بيتعرض بالظبط. وده بقى كمان ممكن يبقى فيه معاه اضطرابات اخرى. يعني ممكن يبقى معاها بثور، معاها حاجات، معاها التهابات، يعني هتبقى الموضوع مش بس فكرة لون غامق وخلاص، لا حتى كمان لون الحزاز مميز جدا. يعني الحاجات الحزازة لون اللي هو الفايوليشيس او اللي هو بيبقى بني على بنفسجي. هذا اللون اللي هو بني على بنفسجي ده مميز قوي في الحزاز، ومميز قوي في الفيكس دراج ايربشن اللي انا قلت لك اللي هي حساسية الدواء المستديمة، لكن مش هتلاقيهم في حاجه تانية. زي مثلا ما معروفه ان مثلا وحمه اوتا او نيفس اوف اوتا معروفه ان هي لونها مخضر او ازرق مخضر شويه، معروفه ان البورت واين ستينز او الحته دي لونها زي النبيد الاحمر، وحمه النبيد الاحمر بتبقى وحمات دمويه. فهي الالوان في الجلديه درجاتها انت ممكن تبص تشوف تقول ده بني، بس انا عارف ان في بني غامق وبني فاتح وبني بنفسجي بني على بنفسجي، كل الالوان وكل واحد ليه حاجه. الكلف بقى ده حاجه تانية.
الكلف، كلف الحمل او اللي هو ما يسمى بالميلازما اللي هو بيجي في الوجه عند الباتر فلاي اريا اوف ذا فيس بتاعت السيدات ده، هرمونات الحمل بتظهره، تعرض للشمس يزوده. يعني هو كان حاجه اوريدي استعدادها موجود، هرمونات الحمل مع الحمل هرمونات بتزيد بتزيد بتزيد، فراحت ظهر الحاله او الكونديشن بقى باين، اتعرضت للشمس ونزلت ومش عارف ايه وراحت وجات ومش مهتميه وبتاع، تلاقيها ضربت وبقت الكلف بقى كمان عنيف قوي، وبقى حتى بعد الحمل ما يخلص والولاده وكله تمام وبتاع تفضل قاعده بيه بقى سنين، وبتكافح بقى ما بين كريمات موضعيه وتقشير، وجربت فراكشنال ليزر زودها تاني. يعني قصه سنستيف جدا لازم تتعالج صح، لان الكلف من الحاجات اللي بيرجع بسرعه وبيتلكك، يعني الكلف بيتلكك عشان خاطر يرجع تاني. فعشان خاطر اطول المده انه يرجع، او ان انا اضمن حياه كومفورتبل للشخص اللي هيعمل هذه الاجراءات، لازم اديله بروتوكول مظبوط، وليها نوع ليزر برضو مخصوص بنعمله لها. غمقان المناطق الحساسه عند السيدات ده شيء ممكن يهد البيت، والست بتبقى فقدت ثقتها بنفسها، وفي ستات ما عندها يعني ممكن تلجا الى اساليب مثلا بلدي مكشوفه تروح لدكتور. صحيح بتحصل. احنا الفكره كلها انه يعني انا مثلا عشان اتعامل مع حاجه زي كده عاده بخلي حد برضو من الدكاتره السيدات اللي موجودين او البنات هم اللي يشوفوها ويحكوا لي القصه واصله ازاي والاساس متعامل ازاي، لو ينفع يستاذنوها ان احنا نشوف لو والدها ووالدتها موجودين. عاده بيبقى اللي هم سن الزواج ده بيبقى دايما مامتها اللي جايه معاها يفشي ابروفز، وعارفين ان هم جايين برضو لاجراء طبي وبتاع، فبيبقى عاده بيمشي الحال. يعني ما واجهناش مشكله في حاجه زي كده بصراحه، بس بتبقى فكرتها انها وصلت غالبا لمرحله من العك وبهدلت الدنيا، بتبقى جايه وهي متغاظه يا عيني ان هي وصلت للمرحله دي، بتبقى غامقه بقى قوي اماكن، وبرضو زي ما اتفقنا الوقت عاده بيبقى ضيق، وبحاولوا محاولات بقى الكريمات، نجيب كريمات مش عارفه ازاي نعمل ايه، في حاجات بقى تعمل مشاكل اكتر. يعني يا ريتها يعني يا ريت المشاكل ترسي بس على غمقان، ما اصل انت الاماكن الحساسه دي ما هي ليها وظائف ثانيه كتير، مش فانت لما تيجي تلاقي انه بتاثر على هذه الوظيفه سواء كتشوه او كبرفورمانس نفسه، هذه الوظيفه مش عارفه تتم صح، مشكله كبيره. يعني هتبقى مشكله كبيره وعكننه، بلس انه كمان الثقافه عندنا مش واصله لاخرها، يعني فاحنا على قدنا خالص، فانت ممكن بقى يعني اهلها او اهل زوجها او كده يبداوا يطلعوا بقى كلام، وساعات بتحصل مشاكل كتيره من حاجات زي كده في المجتمع، هو نفسه مش فاهم اللون ده غامق قوي كده ليه، او في انت عيانه ولا ايه يعني. فيعني بيحصل حاجات كده برضو ساعات بتبقى غريبه شويه. رغم ان العلاج سهل بالليزر، سهل يعني هو مش صعب. انا بنصح يعني اي واحده عندها هذا النوع من المشاكل، غمقان في اماكن حساسه او في اماكن في ثنايات الجسم او كده يعني خارج وشها، تاخد مامتها يعني ستر وغطا، يعني مامتها مفيش حد يحبها قدها، تاخد مامتها كده من ايدها وتروح لحد تثق فيه وتسمع البروجرام. عاده البرنامج في حاجه زي كده بيبقى حوالي 4 أو 5 جلسات، يعني بيبقى دايما في الرينج ده. والله عملت اول جلسه الثانيه وشايف الدنيا بتتطور قدامي ازاي هطمن واكمل، عملت جلسه واتنين ولقيت ان مفيش اي حاجه بتحصل او لا ده الموضوع كمان اسوأ، يبقى لازم يبقى في تفسير لحاجه زي كده، اقتنعت بالتفسير كان بها، ما اقتنعتش يبقى اغير الطبيب. يعني ده رايي. هسمعك بقى ابو العريف. يلا قول يا باشا. ابو العريف في واحده من فتياته المثيره للغيظ الشديد، اتفضل. يا باشا معلش بقى، عيب على الوصفات المنزليه في اي حاجه زي ما تعيب، الا في موضوع تفتيح البشره، دي الكره في مطبخنا، يعني الشيء لزوم الشيء،
يعني الحلة وغطاها فولة واتقسمت نصين، يعني تفتيح البشرة يقول للوصفات المنزلية يا توأم روحي، يعني ماسك الزبادي، الخيار، الدقيق الأبيض، دقيق الحمص، العسل باللبن، العسل لوحده، ماسك البرتقان، عشر البرتقان، البرتقان مع الكركم، ماسك الليمون، الألوفيرا، ورق النعناع، ماسك الكمثرى، ماسك الرمان، الأناناس، زي ما تقول قول، وصفات طبيعية من هنا للصبح. يعني بعد كل الوصفات دي الست تروح لدكتور عشان موضوع تفتيح البشرة ده دلع أوفر بصراحة. والله انت اللي اوفر بصراحه. الراجل رصه جباره قوي. وفي حاجات يعني ايرتنت جدا للجلد جدا. يعني بص هقول لك على حاجه، اولا كل يعني الحاجات تبهدل الجلد، تسبب اضطراب احمرار وطفح. بص اولا هو يعني لو خدت بالك زي ما انت شايف هو اسرد يمكن 50 نوع مثلا، يعني الزبادي، الخيار، مش عارف ايه، يعني 50 حاجه هو اسردها دلوقتي. وده معناها ايه؟ وعسل بالابيض وعسل بالنعناع ده ان دلك يدل على انه ان الناس ساعات بتفكر كده. طب ما هو مديك مليون حاجه اهو، يعني ايه؟ يعني مفيش ولا واحده فيهم فعلا هي اللي العرف او بتاع اتفق عليها ان هي اللي بتعمل كده، يعني فاهم قصدي؟ يعني مثلا معروف اللي هو ايه، بطنك تعباك ومش عارف ايه وبتاع، نعناع دافي. النعناع دافي ده احنا عارفين البيبرمنت والسبيرم، عارفين فايده النعناع على الجهاز الهضمي بتاعنا، كل ده عشان متفق عليه. وكمان بقى من النعناع ده الشركات بقى بدأت تشوف، الصيادلة بتوع الأدوية مش عارف ايه، العلماء بدأوا يشوفوا ايه الحاجة اللي في النعناع بتعمل كده، طب ما احنا ممكن ننتجها بقى أدوية ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده، تبقى أسهل وأظرف وتركيزها أفضل، واقعية أكتر، أعرف أعملها مونيتورينج. يعني مش هقول لواحد روح اشتري طن نعناع وغليه ونعالج عليه 6 شهور، فحاجات زي كده. فنفس المبدأ برضو عند أبو العريف، إن هو لما جاء قال لك 50 حاجة، هم 50 كلهم مفيش أي استناد وراه، وحتى لو طعمهم حلو بس يعني مفيش يعني هيفتحوا ليه؟ طب ما هو ممكن مثلا أفهم إن الزبادي يرطب البشرة، فاهم ازاي؟ بحيث ان هو على عكس الميه مثلا، يعني عارف ان الزبادي والحليب يرطبوا البشره، وده حقيقي. يعني ساعات كنا بنعمل كمادات حليب ساقعه علشان خاطر نرطب البشره الجافه قوي قبل اي اجراء، كان في فتره من فترات بيعملوا كده. لكن يفتح ليه؟ ايه اللي هيخليه يفتح؟ يرطب ماشي، انما حاجه فيها مثلا زي الرمان او مش عارف، انا سمعته كان بيقول رمان، الرمان ده احماض هتعمل التهابات وبتاع، هتبقى كان واحده قرصت خدها ولا عملته احمر ومش عارف ايه، يقول لك ما شاء الله منوره وزي الفل اهي. فهو المصري الحقيقه بيعرف يقنع نفسه بالحاجه حتى يعني لو مش مقتنع بيها قوي، بس بيعرف يوظف مخه على قد اقتناعه بالحاجه عشان ما يتعبش. يعني لو هو اتطور وعمل حاجه في حته مش مظبوطه او بطريقه مش مظبوطه، هو نفسه بيحاول يوجد لها المبرر عشان ما يحرجش نفسه قدام نفسه. على فكره ده مشهور، يعني كتير من اللي بيروحوا الحتت اللي هي بتاعت، اجي اسالهم اقول لهم انتوا عارفين ان انتوا رايحين لناس مش دكاتره؟ يقول لي ما انا عارف ان هو مش دكتور، بس ارخص يا بيه. يعني هتلاقي بقى اجابات كده، يعني انت عارف الـ لما انت مثلا تيجي دلوقتي بتعلن مثلا عن حاجه انت عملتها، سي مثلا بخدمه انت بتقول هذه الخدمه موجوده او حاجه زي كده، عاده بيجي لك نوعين من الاسئله. في نوع من الاسئله ده يفيدني ويعالجني، طب حالتي، طب مش عارف ايه بتاع، انت بتفهم ان الشخص ده بيحاول يستوعب الرساله اللي انت بتقولها، مثقف وبناء محترم، او حتى لو مش مثقف هو بيحاول يستوعب انت بتقول ايه ويستفسر لعل يفهم زياده. وفي بقى اللي هم ايه، بكام
هو ايه اللي بكام؟ هو انا لسه قلت حاجه يعني 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 هو انت بتسال وخلاص؟ هو ايه اللي بكام؟ انا لا قلت دي للوش ولا للجسم ولا للمساحه ولا بالنبضه ولا يعني ما حدش لسه ده احنا لسه بنقول انه يا جماعه الامل موجود للي عندهم وحامات في اجهزه معينه جديده حلوه جدا لازاله الوحامات الدمويه مثلا بكام؟ هو ايه اللي بكام؟ الجهاز بكام ولا 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 الحاله بتاعتك ولا الجلسه ولا العلاج كله ولا هي طب الوحمة طب 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 تعالى وريني الوحم يعني ابعت صورتها حتى فاهم قصدي انما بين ان انت حتى مهتم لنفسك انا مش ليا يعني ما هو اكيد لما هتسال بكام هو حد هيرد عليك اكيد يعني ديفينتلي حد هيقولك بكذا مثلا طب انت استفدت ايه لا الوحمه راحت ولا انت فهمت هي ليك ولا مش ليك ولا انت اي حاجه كل عرفته انت عرفت رقم ملوش اي معنى عندك يعني فاهم قصدي حاجه عمري ما هعمل بيها اي نتيجه ولا حاجه عمري ما هستفيد بيها وهو دي فايده ان احنا نزود ثقافه الناس عشان يخرجوا من حته الاسئله اللي ملهاش معنى الاسئله اللي مش واقعيه خالص ملهاش علاقه لا بالطب ولا بحالتهم الاسئله اللي من نوعيه بكام واسئله برضو شخصني بالتليفون شخصني بالتليفون دي مرحله تانية مخيفه جدا او شخصني عبر صوره مش واضحه يعني انا صورت صوره هو بعتها شخصني بقى واكتب لي علاج انا 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 شفت دلوقتي اماكن اونلاين صيدليات واماكن ادويه اكتب المشكله يبعت لك الدواء يعني كان الاول يقول لك طب صور الروشته نبعت لك الدواء ماشي يعني برضو فيها نوع من الخدمه ان بيوفر عليها المشوار زي الهوم دليفري فصور لي الروشته يعني حتى ما تتعبش نفسك انك تقراها ماشي. انما صور لي المشكله ابعت لك حلها يا خرب يعني انا كطبيب اصلا ما عنديش القدره ان انا دايما اميز على الصور الحاجه اللي قدامي دي ايه بالظبط هل دي فيتيلايجو ولا تاني والكاميرا اللي انت مصور لي بيها وبعتها لي اللي مليانه فلاتر ومش عارف كم ميجا بيكسل وبتاع انا مش عايز كل ده انا عايز لون الحاجه دي تبقى باينه وملمسها باين في الضوء اللي هو ال 5600 كلفن اللي هو اضاءه الشمس يعني اكيد الشباب بتوع التصوير هيبقوا فاهمين ان ال 5600 كلفن هي دي ال درجه الضوء الشمس بتاع ربنا اللي هي الدي لايت فهو انا عايز اشوف في ضوء زي ده لكن تلاقي مثلا صوره بعت لك مش في فوكس ولا صوره ضلمه قوي ولا شايف ايه وتلاقي اسئله وراها طب انا مش عارف اخدمك مظبوط هظلمك يعني انا لو قلت لك حاجه هظلمك فمعظم الناس اللي بيلجأوا لحاجات زي كده بيبقى تجربتهم الوحشه دي بتكرههم في الطب وفي الدكاتره وفي كل حاجه وبياخدوا معاهم العاطل بالباطل يعني ده بيتاذي وده بيتاذي انا بتهيالي انه الكره في ملعب او المسؤوليه في ملعب الطب النفسي فعلا والله الموضوع مرتبط بالطب النفسي لو احنا عملنا تقييم للاجيال الجايه من الناحيه النفسيه وعدينا برامج تثقيفيه للاجيال دي ازاي يكون نفسيا مش بني ادم منقاد مش بني ادم ضئيل المعلومات ضئيل السيرشنج بني ادم باحث بني ادم مهتم وخايف على نفسه مش متهور ما بيسلمش وشه ولا جلده لاي حد الكلام ده طب نفسي احنا بنلعب دور مهم في نقل العلم لكن في ناس عندها حاله تهور جباره بتسلم نفسها لناس غريبه جدا الحوار معك ممتع للغايه ودايما بتفتح ملفات يعني ساخنه من الناحيه الاعلاميه ومن الناحيه العلميه ببراضي جدا جدا لكن لسه اللي جاي اقوى لسه في زي النهارده من الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقه تانية مهمه جدا في سلسله الجلديه الاحدث 2021 الجلديه ماذا يحدث فيها عالم الجلديه فهرسه ايه اكيد مع ضيف العزيز بتنورنا وبتشرفنا وشرف كبير لنا نورك يا دكتور هذه الزياره العظيمه الله يخليك ميرسي يا دكتور ضيف العزيز واحد من ميجا ستارز عالم الجلديه الاستاذ الدكتور محمد مونجي استشاري الامراض الجلديه وزميل الجمعيه الامريكيه للطب وجراحات الليزر والمؤسس لمراكز ذا سكين افينيو للعلاج بالليزر ورئيس قسم الامراض الجلديه بالجمعيه المصريه للطب التجديدي كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الدكتور حافظوا على نفسيكم وخليكم دايما مع الدكتور